السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب اليوم بأخونا الضيف الأستاذ عمر ذيبان. أستاذ عمر طبعا هو صانع محتوى تاريخي، إن شاء الله اليوم راح نسمع منه قصة جميلة، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترككم إن شاء الله مع البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم صالح بن نايف الراجحي. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، باسمي واسم أخواني جميعا أرحب بكم في ديوانية الجمعة على شرف والدي عبد المحسن بن صالح الراجحي، والتي تعقد كل يوم جمعة في تمام الساعة 1 ظهرا. وعنوان لقائنا اليوم التوكل على الله. والآن مع القرآن الكريم ومع أخي عبد المحسن بن نايف الراجحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي يبين الله في الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله وضرورة الاعتماد عليه سبحانه في كل أمر أصابهم وفيما يردون القيام به. فإن الأمور لا تتيسر إلا بالله وحده، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله. وبحسب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل مع القرآن الكريم ومع أخي نواف بن نايف الراجحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونكمل مع القرآن الكريم ومع أخي سعود بن عبد المحسن الراجحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم سعود بن عبد المحسن بن صالح بن عبد العزيز الراجحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ونكمل مع القرآن الكريم ومع أخي سليمان بن عبد المحسن الراجحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم سليمان بن عبد المحسن صالح بن عبد الراجحي. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في الجنة والناس. والآن مع الحديث الشريف عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا وتروح بطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. والآن مع فقرة الشعر والحكمة ومع أخي سلطان بن عبد المحسن الراجحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكل على الرحمن في الأمر كله،
ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. والآن مع كلمة اللقاء باللغة العربية ومع أخي عبد المحسن بن نايف الراجحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوكل من الصفات التي دعانا الله سبحانه وتعالى بالفعل بها، فالمسلم والمؤمن الصادق هو من يتوكل على الله حق توكله، وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه، ومن يكون متوكلا على الله يعلم أن النفع كله بيد الله والضر بيد الله، وأنه لا يصيبه من الدنيا إلا ما هو مقدر له، وأنه لن ينفعه غير الله سبحانه وتعالى ولن يضره سواه. وجزاء التوكل عند الله سبحانه وتعالى كبير، فبها يرفع العبد درجات ويرزقه خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة اللقاء باللغة الإنجليزية ومع أخي محمد بن عبد الملك الراجحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم محمد بن عبد الملك الراجحي. توكل is having full faith that Allah will take care of you even when things look impossible. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نصل إلى آخر فقراتنا في هذا اليوم مع الخطبة، لنستمع لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم فيصل بن نايف بن عبد المحسن الراجحي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد فقد كثير من الناس بعض معاني التوكل على الله وتفويض الأمور إليه واللجوء إليه عند الشدائد، ولذلك نرى البعض في هذه الأيام يتخبط ويخاف ولا يستطيع تصريف أموره. أيها الإخوة، إن هذا التخبط وهذا الاضطراب إنما هو نتيجة فقدان التوكل على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب الشرعية. إذا كنا مؤمنين حقا فهل عرفنا كيف نتوكل على الله الذي قال في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ إذا كنا مؤمنين حقا فهل علمنا يقينا إننا إذا توكلنا على الله بأن الله يحفظنا، وأن الله يعيننا، وأن الله ينصرنا، وأن الله يبعد عنا الأذى والشرور؟ أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على النبي المصطفى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. بل وهو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أردنا أن نخرج من بيتنا أن نقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من معاني التوكل وأركانه لأخذ الأسباب الشرعية والدنيوية التي شرعها الله. فنحن نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، فالقلب ليس فيه إلا الاعتماد على الله، والبدن والجوارح تعمل بالأسباب وتأخذ بالأسباب. إخواني الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوفقها مسلم يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إلى يوم الدين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم ارحم ولدنا الشيخ صالح الراجحي رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحم وأسكنه فسيح جناتك، وارزقه الفردوس الأعلى واجمعنا به ومن نحبه وجميع المسلمين في جنات النعيم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسدد خطاهما واجعلهما سببا في صلاح الأمة، ووفقهما إلى خير البلاد والعباد، وهيئ لهما من أمرهما رشدا، وارزقهما البطانة الصالحة التي تكون عونا لهم في الخير، وإنك ولي وذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل الود والحضر، فأباح وحرم ونهى وحذر، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للشيخ عبد المحسن راجع على الاستضافة الكريمة وللديوانية المباركة التي دائما متألقة ومستمرة، نسأل الله يبارك فيهم. كلمتنا اليوم راح يكون عن تحدي أجريناه قبل بضعة أشهر، وهو السير على طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيرا على الأقدام. طبعا احنا سائرين دائما عندما نتنقل من مكان لمكان نلاحظ أشياء لكن ما نعرف شيء. لو تلاحظون هذه الكعبة المشرفة جيد، في الأسفل في أربع أو خمس بلاطات حمراء، هذه يمكن نلاحظها دائما، الغالب لا يعرف ايش هي، ليش موجودة، يعني كل الكعبة بيضة في الأسفل في الأسفل إلا هذه المنطقة حمراء، ما أحد يعرف ليش السبب أنه موجودة هنا في الكعبة المشرفة. احنا دائما نطوف حول الكعبة ولكن الحجر الأحمر هذا موجود، فما سر وجود هذه الحجارة الحمراء في الكعبة المشرفة؟ أحد يعرف؟ لا، لها سبب وجودها. طبعا الحجارة الحمراء هذه في الأسفل، حتى يعني لو تلاحظون دائما أئمة الحرم كلهم يصلون في اتجاه هذا الاتجاه، ليش ما يصلون مثلا في الاتجاه الآخر مع أن الكعبة كلها قبلة؟ فما السبب في أن دائما يصلون يا سلام، بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام في المنطقة هذه. الحجر الأحمر قبله كان في منطقة اسمها المعجن، وكانت في حفرة هناك، صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة في ذلك الموضع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك دائما، لذلك أئمة الحرم على مر التاريخ كانوا يصلون. هل تعلم أنه قبل يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن الوليد بن عبد الملك ما كانوا يصلون إلا على الجهة هذه، ما كانوا يصلون على الدائرة كاملة، ولكن في عهد الوليد بن عبد الملك أمر فجعل الصلاة كاملة على الكعبة. هذه المنطقة تسمى المعجن. أيضا إبراهيم عليه السلام كان يعجن البيت في تلك الحفرة ثم بنى البيت، فهي استمرت الحفرة موجودة إلى عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، ثم كان فيها الناس تسقط بشكل كبير، وضعت هذه الحجارة وهي عمرها تقريبا 800 سنة، وهي نادرة جدا وغالية جدا، لذلك شالوها من نفس الموضع من الحفرة ودفنوا الحفرة بعد ما اجتمع العلماء وقالوا أنها يعني فيها مضرة على الناس، الناس تسقط في الحفرة فتجي إصابات، لذلك دفنوها ووضعوا الحجارة اللي كانت موجودة في الحفرة في هذا الموضع. فهذا موضع يعني اللي يطوف حول الكعبة يجد هذا الأمر العجيب. أرجع عبد الله الشريحة الأولى. طبعا لما بدينا طريق الهجرة كنا نتساءل كيف أنه ممكن نمشي، أصلا العرب في العادة كم يمشون، كم يوم يمشون من مكة إلى المدينة في العادة؟ عادة يمشون 12 يوم وتسمى 12 مرحلة. ال 12 مرحلة هذه هي عبارة عن 40 كيلو، لأن الإبل عندما تسير تقريبا 8 ساعات تقريبا ثم تتوقف، اللي هي تقريبا حسبناها 40 كيلو. لذلك استعنا بدراسة للدكتور عبد الله القاضي. ارجع يا عبد الله الشريحة اللي قبلها، ارجع بس هنا. هذه جمعنا جميع الروايات، جمعها الدكتور عبد الله القاضي، كل الروايات التي وردت عن طريق الهجرة النبوية من عهد ابن إسحاق إلى البلادي. البلادي توفي عام 1436، وكلهم تكلموا عن طريق الهجرة النبوية، تقريبا 20 رواية، فحاولنا أن نجمعها حتى نسير على الطريق الصحيح اللي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البعض، عبد الله الشريح اللي بعدها، البعض هذه حسبناها بالنسب المئوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في منزل خديجة رضي الله عنها بنسبة كم؟ بنسبة 100%. بعد كذا غار ثور حسب الروايات التي وردت حول هذا المكان، لأن كنا نبغى نمشي
من على نفس الطريق اللي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على طريق القوافل، مشى على طريق جانبي للقوافل، وكان يحاذي الجبال حتى ما يقع في انه احد يعني يرصده في وهو سائر في الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم سار من غار حراء، عفوا من غار ثور، حتى وصل المدينه. كم يوم؟ من اللي يعرف كم يوم النبي صلى الله عليه وسلم مشى من يعني مشى بالابل من الغار؟ طبعا هو باقي في الغار 3 أيام، لكن إلين وصل المدينة كم يوم؟ 8 أيام. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعم 8 أيام من الغار إلى أن وصل للمدينة. طبعا البعض يظن أن الهجرة بدأت من أحداث الهجرة. عبد الله الشريح اللي بعدها. طبعا الهجرة بدأت من هنا من مسجد البيعة، عندما بدأ الملك عبد الله رحمه الله تعالى في التوسعة، توسعة الجمرات، وجدوا هذا المسجد. المسجد هذا ما كان موجود، اكتشف مرة أخرى في التوسعة الأخيرة للجمرات. هذا المسجد اسمه مسجد البيعة، الذي بناه هو أبو جعفر المنصور عام 144 للهجرة، وموجودة صخرة منقوش عليها تاريخ البناء. ليش بناه في هذا الموضع؟ في هذا الموضع لما كانت بيعة العقبة الثانية، اجتمع الناس واجتمع الأنصار وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا يبايعونه أتى العباس فقبض على يدي الأنصار وقال لهم: تعرفون ما معنى هذه البيعة؟ سيحاربكم الأبيض والأحمر والعرب، وكل العرب سوف ترميكم من قوس واحدة، لذلك أنتم الآن في فسحة، إذا بغيتوا تتوقفون عن البيعة فلكم ذلك، ولكن أما إن بايعتوه فهذا يعني أصبح الأمر لكم. وهذه يعني بعض الروايات يقولون العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول أنه كان مسلم والنبي أبقاه في مكة حتى يكون له عين يعني. فأبو جعفر المنصور بنى هذا المسجد حتى يعني يكون ذكرى لموضع البيعة. الهجرة أول شيء كانت الهجرة للحبشة، وهاجر الصحابة ثم عادوا. الهجرة الثانية أيضا للحبشة. الهجرة الثالثة هجرة الصحابة رضي الله عنهم. والهجرة الرابعة هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي 4 هجر أو هجرات، وليست هجرة واحدة. طبعا أبو بكر الصديق هاجر، كان يريد أن يهاجر للحبشة، فقابله ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة من كبار قريش، فتكلم معه وقال: والله مثلك لا يخرج. فأعاده إلى مكة وبقي في جوار ابن الدغنة. وبعد ذلك ابن الدغنة يعني انسحب من هذه من هذا الجوار. فأبو بكر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله، أريد أن أهاجر. قال له: ابقى، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وهذا يعني من أعظم الأشياء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالهجرة، وهاجر كل الصحابة، بقي النبي. ليش ما هاجر النبي مع الصحابة؟ لأنه كان ينتظر الوحي، لأنه ما أذن له بالهجرة، لذلك بقي في مكة هو أبو بكر فقط، البقية الصحابة كلهم هاجروا. الباقي المستضعفين اللي هم العبيد كانوا ما يستطيعون يخرجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى أتى. تقول عائشة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم لوقت لم يكن يأتينا فيه، فقال: أخرج من عندك. قال أبو بكر. أبو بكر قال: يا رسول الله، إنهم أهلك. فقال: لقد أذن لنا بالهجرة. فطبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجهز الراحلتين من قبل 4 شهور وهو يجهزها. والأشياء العجيب أنه كان يطعمها من النباتات اللي موجودة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. السبب في ذلك حتى في طريق الهجرة أنها ما تتأثر بأكل آخر، فتتعود على نفس الأكل فتصبح جاهزة، لذلك كان يطعمها من نفس الشجر اللي موجود. سلم النوق هذه أو الناقتين لعبد الله ابن أريقط، هذا طبعا ما كان مسلم، لكن سلمه الناقتين وقال له: تقابلنا بعد 3 أيام من خروجنا من مكة. طبعا في يعني 3 شخصيات مهمة في طريق الهجرة. الشخصية الأولى هي أسماء بنت أبي بكر، الشخصية الثانية عامر بن فهيرة، والشخصية الثالثة عبد الله بن أريقط. العجيب عامر بن فهيرة هذا ايش كان دوره في الهجرة؟ عجيب دوره هذا عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة كان دوره فقط انه كان يمر بالغنم ويطمس الآثار التي كانت تمشي عليها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. كانت أسماء ذات النطاقين، مزقت ثيابها إلى نطاقين وأخذت الأكل، كانت توصله للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. فعامر بن فهيرة كان يأتي بالغنم فيمشي على نفس الأماكن حتى يطمس الأثر اللي في المواقع. عبد الله الشريح اللي بعده. طبعا هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم. وين كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تنزل من المروة في اتجاه الصفا من الخارج في الساحات مباشرة يجيك في هذا الموضع، هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم.
في الشعب علي، في الجهة المقابلة كان منزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دار الأرقم بن أبي الأرقم هو موجود عند الصفا، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من داره لدار أبو بكر. أبو بكر وين داره؟ وين كان موجود دار أبو بكر الصديق؟ عبد الله الشريحة اللي بعدها، أرجع الشريحة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أول ما خرج من بيته ذهب للحزورة. الحزورة هذا كان سوق للعرب يبعد عن الكعبة 65 متر، أنا وقفت وحسبتها تقريبا 65 خطوة بالضبط في اتجاه مول حجر من جهة الركن اليماني. هناك كان في سوق للعرب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وودع الكعبة، ثم انطلق إلى منزل أبي بكر الصديق. عبد الله الشريح اللي بعدها، هذا منزل أبو بكر الصديق. لما نجي نمشي بين توسعة اللي هي أو اللي هو وقف الملك عبد العزيز أو وقف الملك عبد الله وبجانب شركة مكة، لما نمشي تقريبا حول 150 متر في مسجد قديم كان مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي نفس المكان لا موجودة الشركة اللي هي شركة مكة، موجود الموضع معروف هذاك الموضع هو منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا اتجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى غار ثور. غار ثور، عبد الله الشريح اللي بعدها، غار ثور من الأسفل حتى تصل إلى الغار تقريبا يأخذ من الشخص العادي اللي رياضي ممكن تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونص. أتوقع زمان ممكن كانوا يأخذ منهم ساعة أو أقل من ذلك، لأنهم كانوا يعني أكثر قوة منا لأنهم يمشون كثير. طبعا لما بدأ كفار قريش وخرجوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أثر لقدمين، فأتوا برجل من بني مدلج. بني مدلج هذول مشهورين في قص الأثر، فأتوا فوجد الأثرين موجودة، فقال أما الأول فهي أثر لابن أبي قحافة، يقصد أبو بكر الصديق. نعم، الأثر الأول عارفه، أبو بكر كان مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مشهور بين الناس لأن أبو بكر كان تاجر وكان يخرج وكثير السفر فكان يعرفونه. الأخرى فقال أما هذه فلا أعرفها ولكنها تشبه القدم التي موجودة وتعظمونها عند البيت، يقصد مقام إبراهيم عليه السلام. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة كان أهل قريش يتفاخرون من أكثر شبه بقدم إبراهيم عليه السلام، فأخذوا جميع الشباب وجميع من قريش وأتوا بهم لرجل من بني مدلج، وقيل أنها كاهنة كانت تقص الأثر، ثم أتوا بها وقالوا انظري للمقام اللي هو أثر قدم إبراهيم عليه. وبالمناسبة قدم إبراهيم عليه السلام كانت موجودة إلى عهد الصحابة، كان موجود الأصبعين كانت موجودة وأثرها موجود، لكن مع كثر المسح عليها من الناس اختفت الآن، وصوروها الهيئة أو عفوا رئاسة الحرمين صور واضحة جدا بإمكانكم تطلعون عليها في النت، يعني صور جدا واضحة. طبعا هذه القدم لما مشوا جميع الشباب قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، فمرض في اليوم الثاني، قالت أتوني في اليوم الثاني، فلما أتوا لقص الأثر قال أين الرجل اللي كان موجود أمس؟ قالوا يعني مريض ما أتى. قال أشبه الناس به هذا الرجل اللي ما أتى اليوم، اللي هي تقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشبه ولدي آدم بإبراهيم، أنا أشبه ولدي آدم نعم بإبراهيم عليه السلام. طبعا بقي النبي صلى الله عليه وسلم هنا 3 أيام، والقصة المشهورة أن أتت الحمامة ووضعت بيضها، ثم أتى العنكبوت وبنى، وأبو بكر الصديق كان يعني يغلق جميع الفتحات اللي موجودة فأصابه الثعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان خائف جدا. لما وصلوا كفار قريش إلى الغار قال لو نظر أحدهم إلى الغار إلى أسفل الغار لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قولك في اثنين الله ثالثهما، ثاني اثنين، يقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق كان يعني هذا الرجل العظيم اللي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي تارة أمام النبي وتارة خلف النبي وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، فلما سئل عن ذلك قال كنت أتخيل الرصد أو أحد بيرمينا بسهم من خلف النبي فأكون خلفه، فأحيانا أكون أمامه وأحيانا أكون عن يمينه، فكلما أتيت في منطقة خشيت أن يكون يعني فيها أحد يرصد النبي كنت أقف في ذلك الجانب. بعد ذلك يقول أبو بكر الصديق وعندما
كنا في ثلث الليل الأخير اللي هو أسرينا ليلة. طبعا الإسراء هو في الثلث الأخير من الليل، يقول أسرينا ليلتنا وأتممنا نهارنا حتى وصلنا إلى منطقة وقابلنا الراعي والصخرة. عبد الله الصورة اللي بعدها. طبعا هذه في طريق الهجرة. من اللي يعرف المسجد هذا؟ هذا مسجد الحديبية. هذا لما تجي عند الشميسي وتتجه ناحية الشرق يجيك هذا المسجد، هذا المسجد القديم. طبعا اللي قدامه هو المسجد الحديث، بس هذا المسجد اللي بني قديما. هذا مسجد الحديبية، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. وأيضا وقع عنده يعني حدث مشهور جدا، ما نعرف الحدث يعني جدا مشهور، اللي هو صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في هذا المكان، وبجانب هذا المكان الشجرة، طبعا ما هي موجودة الآن، لكن الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب عثمان وما رجع، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي هي شجرة الرضوان. طبعا اللي بعد عبد الله الشريحة، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقع الصخرة. طبعا احنا مشينا وحسبناها من أسفل الغار حتى تصل إلى الصخرة هذه ياخذ منك تقريبا 50 كيلو. ما وجدنا، طبعا هذا اسمه فج الكريمي، منطقة صحراوية، ما وجدنا فيها أي صخرة إلا هذه الصخرة. طبعا الدكتور عبد الله القاضي وأيضا المساحة الجيولوجية وغيرهم من اللي بحثوا الأماكن اللي زارها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فقالوا هي الصخرة هذه، هذه الصخرة التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر أسرينا ليلتنا حتى قام قائم الظهيرة فارتفعت لنا صخرة. ارتفعت لنا صخرة يعني كنا نمشي فشاهدناها. البعض يظن أنها ارتفعت من الأرض وهذا غير صحيح، لا هي موجودة، ولكن لما تمشي في الطريق تبدأ تلاحظ الصخرة، لأنه ما كانت تشيل، يعني ما يستطيع أحد يبقى تحتها إلا شخص واحد. ثم أتى الراعي يقول أبو بكر يريد من الصخرة مثل الذي نريد، يعني يريد أن يستظل تحت هذه الصخرة، وهي موجودة إلى الآن، الصخرة هذه موجودة وزرناها تقريبا قبل 3 شهور. أتى الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستظل تحت الصخرة، فقابله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له، يعني عند العرب عادة جيدة أنهم الغنم يقول له، يقول الراعي إذا جاء أي ضيف أو غريب أو عابر سبيل أطعمه، وبعضهم يقول لا. فأبو بكر سأل الراعي قال له هل أذن لك صاحبك بنحلب من الشياه؟ قال نعم. فحلب أبو بكر الصديق وكان يبرد هذا العساس يكون بارد، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو بكر ما أردت أن أوقظه، فبقي واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى استيقظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال هل حان وقت الرحيل؟ قال نعم. ثم أعطاه اللبن فشرب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سار حتى وصل لبرك الغميم. طبعا هذه كلها مشيناها لين برك الغميم. برك الغميم قابل بريدة بن الحصيب. ليش نقول بريدة بن الحصيب؟ حتى نعرف وين راح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل اتجه شرقا أم غربا أو وين اتجه. فقابل بريدة بن الحصيب، معروفة ديارهم، فلما مر عليهم قرأ عليهم سورة مريم فأسلموا، كانوا 80 رجل، وصلى بهم. يقول بريدة بن الحصيب صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء، لأنه كان على سفر فجمعوا وصلوا معه في صلاة المغرب والعشاء. عبد الله الشريح اللي بعدها. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم معبد. خيمة أم معبد بجانب المدينة الاقتصادية، مدينة الملك عبد الله، هذا هو موقعها. طبعا موجودة الإحداثيات. طبعا وقعت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع اللي خيمة أم معبد. فلما أتى إليها كان عندها شاه على وشك أن تموت، شاه ضعيفة، فقال لها أتسمحين لنا أن نحلبها؟ فقالت ما فيها جهد، يعني ما في شيء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى ضرعها فأدرت اللبن. فهي تقول وتصف الكلام هذا لأبي معبد. طبعا أفضل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصفته يمكن في 10 أسطر هي أم معبد. فسألوه قالوا يعني كيف استطعت أن تصفي النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أم معبد، وموجود وصفها يعني في الكتب. فقالت ألا ترون أني أنظر إلى المرأة، أني أنظر إلى الرجل، ألا ترون أن المرأة تنظر إلى الرجل من حيث لا يرى الرجل الرجل؟ فالمرأة لما تنظر عندها تفصيل، تفصل الرجل من إذا فيه شعره ولا شيء ولا ملاحظة على طول تتعرف عليه مباشرة. فذكرت النبي ووصفته لأبي معبد. أبو معبد لما سمع بالنبي قال والله هذا صاحب قريش، فتحرك من عسفان إلى وصل وين قابل النبي صلى الله عليه وسلم. قابله في وادي ريم، هو أتى يتبع النبي يريد أن يسلم،
فمشى مع على أثر يسأل أين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لين قابل المصطفى في وادي ريم. طبعا حسبناها من خيمة معبد إلى وادي ريم 300 كيلو، كان يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم لين وصل له، ثم أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في وادي ريم. يعني تقريبا 300 كيلو من خيمة معبد إلى وادي ريم. الشريحة اللي بعد عبد الله، هذا الموقع والحدث مشهور جدا، تقريبا يبعد عن خيمة معبد قرابة 10 كيلو. هذا موقع سراقة بن مالك المدلجي، وكان ممن يقص الأثر. فلما علم طبعا كفار قريش قالوا اللي يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أو يعيده، فله أبو بكر 100 ناقة والنبي 100 ناقة، يعني 200 ناقة. كم تطلع هذه الآن بالحسابات؟ الآن يمكن تطلع بالملايين، فما بالك في الزمن الأول. طبعا يقول سراقة، فأتيت، ولما أتيت طبعا هو فارس، فاستغرب كيف أنه سقط من الفرس. طبعا غاصت قدمي فرسه في الأرض فسقط، ثم نهض المرة الثانية وكان معه السلاح، والمرة الثالثة فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محمي، وكان أبو بكر يعني خائف جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يصيبنا شيء. فقال يعني سراقة قال أعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم عد ولك سواري كسرى. ما أسلم سراقة بن مالك في ذلك الموضع، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي كتابا. النبي ما كان يقرأ ولا يكتب، فأمر أبو بكر قال اكتب له كتاب بذلك، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك متى أسلم؟ أسلم عام الفتح، كان الصحابة حول النبي فأقدم سراقة بن مالك وكانت حوله الكتيبة فكادوا أن يقتلوه، فرفع الكتاب، فلما رأى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وفاء يوم وفاء، فأتى سراقة بن مالك وأسلم. طبعا في عهد عمر بن الخطاب لما هزموا كسرى ووصلت إلى المدينة، طلب عمر بن الخطاب سراقة بن مالك وقال له البس السوارين وأخبرهم ماذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وكان يرفع يديه ويقول للصحابة في المسجد في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشره وهو مطارد أنه سواري بسواري كسرى. في هذا الموضع هو الموضع الذي قابل فيه سراقة بن مالك، وهو من بني مدلج، وهم من الناس اللي يقصون الأثر. عبد الله الشريحة اللي بعد، غدير خم. بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غدير خم، وفي غدير خم وقعت عدة أحداث، وهذا يعني الموضع جدا مشهور خصوصا عند الشيعة، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب من كنت مولاه فعلي مولاه. طبعا هي وقعت خلاف بين الصحابة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن علي ما كان معهم، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، فقال أحد الصحابة أتبغض علي؟ قال نعم. قال لا تبغضه، من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم ذكر الحديث. طبعا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. بعدها يا عبد الله الشريحة اللي بعدها، ماشى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مر مع عدة ثنايا، ولكن حتى ما يطول الوقت وصل إلى بستان المستظل، وهذا موجود إلى الآن في المدينة المنورة، ويستقبلون فيه الناس، وفيه عمل حديقة اللي هو مسجد بني أنيف. طبعا الشيء العجيب أنه أهل المدينة ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محتارين. كان أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فيتشابهون، ما هم عارفين من هذا، من هو الرسول ومن هو أبو بكر. فيقول يعني الراوي يقول فما عرفناه إلا عندما اشتدت الشمس، فقام أبو بكر يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، فسمي هذا البستان بستان المستظل، لأن أبو بكر أخذ ثوبه وظلل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. عبد الله الشريحة اللي بعدها، بعد كذا سار النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجد قباء، بعد ذلك انتقل بالقصواء إلى المسجد، وكان المسجد ما يعرفون أين موضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، حتى وقفت في المكان الذي بني فيه المسجد، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحله. طبعا البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على ناقة واحدة، هي تقريبا 3 أو 4 نوق اللي أخذها. كان أبو بكر الصديق مجهز، فكلما ينتقل إلى ديار قوم هو بلغهم من أول ودفع قيمتها، فعندما يأتون لهذا المكان يقول أبو بكر أعطوني الناقة التي اشتريتها، فيأخذونها وينطلقون. طبعا من الأشياء العجيبة أن أبو بكر تبرع بماله كله في موقفين. إيش هم الموقفين؟ الموقف الأول عندما هاجر، تقول أسماء بنت أبي بكر طلبني أبو قحافة اللي هو أبو بكر، وقال أين ذهب أبو بكر؟ قالت هاجر. قال ما ترك لكم؟ هي تقول أسماء، تقول والله ما ترك لنا ولا درهم ولا دينار، أخذها كلها معه. فكان أعمى أبو قحافة،
تقول أخذت مجموعة من الحجارة فوضعتها في كيس وقلت له يعني تركن هذا، فتلمسه بيدي قال لقد ترك لكم خيرا. كان أعمى أبو قحافة اللي هو أبو بكر كان رجل كبير، طبعا أسلم في عام الفتح أبو قحافة، وكان رجل يعني شعره أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك أخبرتنا يا أبو بكر لذهبنا إليه لأنه رجل كبير، قال لا هو أحق بأن يأتي إليك. أسلم هو عام الفتح. أبو قحافة لما تلمس الحجارة قال لقد ترك لكم خيرا كثيرا، وهو أبو بكر تبرع بماله كله. وأيضا الموقف الثاني اللي تبرع بماله كله لما تسابق هو وعمر بن الخطاب في جيش العسرة، فقال لقد تبرعت بنصف مالي، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال تبرعت بمالي كله. فقالوا يعني ما الرسول قال ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا احنا مشينا المسار كامل حتى وصلنا، وكانت يعني رحلة جميلة، لأن دائما نمر على الأماكن وما نعرف قصتها أو ما شاهدناها. كان البقاعي رحمه الله، هذا توفي تقريبا 860 للهجرة، كان عندما يسمع أي خبر في القرآن عن أي موضع مثلا وادي النمل أو غير كان يذهب لذلك المكان ويزوره حتى يتصور الموقع بشكل كامل. هذا ما أحبون الحديث عنه. في الختام أحب أشكر وأكرر الشكر للشيخ عبد المحسن الراجحي وللديوانية المباركة والأخ يزيد، نسأل الله يبارك فيكم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه.